فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص نام بالليل ونذر قبل نومه أنه إن لم يقم لصلاة الفجر أنه يصلي 10 ركعات من اليوم نفسه، فلم يقم ونسي أن يصلي ما نذر، قد مر عليه شهر أو أكثر، فماذا يلزمه؟ عليه كفارة يمين، لأنه ما قصد التقرب إلى الله بهذا النذر، إنما قصد ما حث نفسه على القيام، حث نفسه على القيام، فهو يجري مجرى اليمين، هذا نذر يجري مجرى اليمين، ففيه كفارة يمين. نعم.